آمين.
أرو
عشان ايه خنتك نقيت قراب ايه اقونا افن جيب يسوع المسيح إلهنا الحقيقي الذي قبل الألام بإرادته وصلب على الصليب من أجلنا يباركنا بكل بركة روحية ويعيننا ويكمل لنا البسخة المقدسة بسلام، يرينا فرح قيامته المقدسة سنين كثيرة
وأزمنة سالمة هادئة مديدة بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين. والدة دلال عزراء الطهرة القديسة مريم، ثلاثة منيرون في سماء مخيل وغبريال ورفائيل، وبركة العظيم في الشهداء ماري جرجس وماري مينا وأبي سيفين والأمير تدرس، كل مصاف الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين، لباس الصليب والمجاهدين الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة في كل حين منذ آدم إلى آخر دور ويرضونه. بركة صلوات هذا اليوم الطاهر وبركة البسخة المقدسة التي لمخلصنا الصالح، بركة مصاف الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين لباس الصليب والمجاهدين الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة في كحيم ذي آدم لآخر الدهور، صلواتهم وطلباتهم هبتهم ومعونتهم رحمتهم وشفاعتهم. فلتكن معنا أمين اسمه بخريستوس بن نوتي. أمين أزازوني. أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام، أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا يوم المصلوب عنا. لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة للأبد أمين. اسمعنا يا رب حينما نصلي بالشكر. يا أبانا الذي في السماوات، وتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا لنا ذنوبنا كما نغفر عنا أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن والآن محطة ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شاركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام وسلام المسيح يكون معكم.